في ماتش عنيف بين فرقتين كانت العداوة ما بينهم من سنين، شفنا ماتش بقى فيه كروت صفرة بالهبل وضرب من هنا وضرب من هنا، أجواء كده فكرتنا بروي كين وباتريك فييرا، بغض النظر طبعا عن حالة الفرقتين في المجمل. وأرسنال في عز حالتها وخارجة من ماتش توتنهام بروح معنوية من الآخر، ويونايتد جاية من ماتش ساوثهامبتون مضروبة على قفاها، برضو معرفناش نكسبهم. طب هنكسبهم إمتى؟ يعني إمتى الظرف بقى اللي أنا هعرف أقول أنا كسبت يونايتد في أولد ترافورد؟ حاجة تفقع بصراحة، يعني الواحد زهق بقى. لو بصينا على الماتشين، ان انت عندك ماتشين زي توتنهام ومانشستر يونايتد وتطلع منهم باربع نقط، لطيف جدا، شيء مقبول بالنسبه لارسنال في الوقت الحالي. ولو قبل ما نبتدي السنه كده بصينا وقلنا المدرب اللي هيجي جديد هيعدي بالماتشين دول وياخد اربع نقط، كنا هنقول يا ريت يجي ده. فعلى العموم الواحد مش متضايق قوي، بس محروق شويه كده. انا مش عارف لينجر ده اللي بيسيب العالم كله ويجيب فينا جون، مين لينجر ده؟ على مو احمد كمال كان جاي المفروض يتفرج معايا على الماتش بتاع مانشستر فينو بتاع سانشيز وهرب مني. ليه بقى؟ لانه اول مره يعترف ان هو قلقان. اصل ده من المانشستراويه اللي هو ايه، انا ورا مورينيو برده ورا اي حاجه بفضحه علني عشان ما جاش. كل مشجع ارسنالاوي كان متوقع جدا انك داخل تكسب يونايتد، عديت بالاختبار الصعب قوي قدام توتنهام وعندك كين وسون وعلي واريكسون فايقين، فرايح على اليونايتد اللي مهتك حاليا من اي حد ومتوقع ان المباراه هتبقى سهله. بس عقده اليونايتد ما زالت موجود، يونايتد يسيبوا الدوري كله ويجوا ماتش ارسنال ده بالذات، الروح المعنوية أعلى بكتير من لعيبة أرسنال. بس الميزة إن هي اتكسرت جامد قوي السنة دي، خصوصا مع إمري، حسيناها في الملعب. أنت كنت متقدم بدل المرة اتنين، ويونايتد اللي كانت بترجع بجوان كنت ممكن تتفاداها عادي جدا، يعني لولا شوية الغلطات دي كان زمانك فعلا كسبان يونايتد في الأولد ترافورد. بس يعني ما واضح ان في مشكله كبيره قوي في الدفاع، مبوظه كل مجهوداتك او بتبوظ كل اللي انت بتحاول تعمله. اي ماتش بيدخل فيه جون، انت لازم ارسنال عشان تكسب تحط اكتر من جونين مثلا، ودي مشكله، دي لازم وقفه ليها تحصل في انتقالات يناير ضروري، لازم يجيبوا حد يظبط الدنيا ورا شويه. وكمان روب هولدنج اللي طلع ده بوظ لك الدنيا، خروج رمزي برده اللي طلع اللي كان مادي اداء لطيف قوي برده بوظ لك الدنيا. شفت لاكازيت لما نزل قد ايه الموضوع بقى اخطر، بقى متميز فيها امري دي، امتى ينزل لاكازيت في الوقت الصح، وكان فعلا هيكسب ارسنال لولا دخيا اللي مش طبيعي. دخيا تاني برضه بيتميز في ماتشات ارسنال، بيشيل كميه كور صعبه والله العظيم اكتر من اي ماتش. هو قربنا في الاول وساب لنا غلطه، وغلطه غريبه فعلا، يعني مش دخيا اللي يحصل فيه الغلطه دي، بس برضه شال كور. يعني انت سبت دول وتشيل بتاعت اوباميانج اللي هي بتاعت زي هنري دي، ولا تشيل بتاعت لاكازيت اللي ده كل مره بتخش جول، اشمعنى انت ما دخلتش جول معاك؟ غريب برضه. يا رب يمشي من مانشستر. توريرا النهارده برضو برنس، هفضل اقول كده كل ما الراجل ده بيأدي بنفس المستوى اللي هو بيأديه. انا خايف من الاصابه، الراجل ده لو اتصاب كارثه. شكا لما اتصاب ما قلقتش، يعني حسيت ان هو قشطه، عندنا رمزي ينزل يلعب، حتى جواندوزي اللي ممكن الناس بتكون بتنقده، بس انا شايف ان الواد ده عبقري، الواد ده صفقه. بيغلط طبيعي انه يغلط، الراجل بيلعب مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، كميه الضغوط اللي عليه في الماتش ده غير طبيعيه، ماتش كبير قوي على طفل عنده 18 سنه، ومع ذلك الروح والاصرار عاليه قوي. عموما لعيبه ارسنال ما كانتش في افضل احوالها، يعني شفنا ميس باس كتير، شفنا غلطات سخيفه، شفنا كان اكتر من مره مانشستر كانت ممكن تستغل الغلطات دي وتجيب اجوان. اللعيبه عموما زي ما يكونوا استهلكوا في ماتشات توتنهام، الماتش كان تقيل قوي عليهم، والضغوط بتاعت الماتش والديربي وكسبنا اربعه والاحتفالات بعدها والسهر اثر على ارسنال في ماتش يونايتد. لسه برضو انت لعيبتك مش قد مسؤوليه ان هم داخلين يكسبوا دوري، هم ممكن يكونوا ان شاء الله نوصل للتشامبيونز ليج ونوصل للتالت او الرابع مفيش مشاكل، بس انك تبقى داخل على توتنهام في يونايتد وتكسبهم شويه، عايزه خبره وعايزه روتيشن حلو وعايزه عدم الاستهلاك. شفنا مثلا ان معظم فرق الدوري الانجليزي غيرت تشكيلتها في الماتشين اللي ورا بعض، انت ما غيرتش تقريبا، انت لعبت بنفس تشكيلتك، فحصل ضعف، حصل نقص جامد. شفنا ليفربول مثلا غيروا 3 ارباع الفرقه ومسخرونا في الفانتزي، حتى تشيلسي غيروا برده وخسروا، سيتي غيروا 3 ارباع الفريق، حتى لابورتي اتغير، بس دول ما بيخسروش طبعا.
شغالين والله. لو نزلت بالمدرسه فريق المدرسه هنكسب. هرجع ابص للصباره ولا ايه؟ روح سير اليكس في المكان. الله يمسيك بالخير يا سير اليكس. كانت الماتشات دي بتعدي ايه؟ عموما هي ماتش تراضي بين الفريقين، بين يونايتد المجروح وبين ارسنال اللي بتعافر عشان توصل للمركز الاربعه. ومورينيو مازال نقطه سخيفه في حياه اي ارسنالاوي. شوف انا بكرهه قد ايه، بس هقول لك يعني ادي له حقه. وفي حياه امري كمان، 6 ماتشات قدام الراجل ما خسرش ولا ماتش. سخيف، بني ادم سخيف، عارف اني بكرهه. جمهور يونايتد طبعا دلوقتي بيفكر ان هي ارسنال مش ارسنال. عم فوق انا اتعادلت تاني، بانه طبعا كان يفضل ان هو ما يخسرش احسن بكتير قوي من ان انا برضو ارسنالاوي هي يكلمني على اخر الزمن. بس هي نزيف نقط، وفضل الجاب او الفرق ما بين ارسنال وبين مانشستر 8 نقط. ارسنال شغاله كويس، وكل مشجع ارسنالي دلوقتي هيكون راضي عن الفريق ومبسوط باللي بيحصل ده. وعندنا 4 ماتشات كمان لطيفه قوي، هادلسفيلد في ساوثهامبتون، في برايتون، في بيرنلي. اتوقع ان ارسنال على الاقل ان شاء الله نكسب 3 ونتعادل في 1. ولو عدينا بقى الاربع ماتشات دول على خير بالنتائج اللي انا بقول لكم عليها دي، اضمن يا باشا التوب 4 السنه دي، ونرجع بقى السنه الجايه للتشامبيونز ليج، محدش يذلني تاني، ونخرج بقى خميس عادي زي البني ادمين. بما اني لقيت تفاعل كتير قوي من بره جمهور ارسنال حتى بيتفرجوا على البرنامج ده، فالسؤال كده للكل، شايف بقى مين احسن لعيب لعب في ارسنال النهارده؟ وسؤال بقى لجمهور ارسنال، انت شايف ان التعادل في ارض يونايتد ده كافي ليك كده ومبسوط، ولا انت برضو متضايق وشايف ان احنا كنا نستحق نكسب؟ ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان توصلك الحلقه اول ما تنزل. وكفايه رزق قوي لحد كده.